السلام عليكم، أهلا بكم في جولة جديدة من السودان هذا المساء. نبدأ بالعناوين. مجلس السيادة الانتقال يوجه بتوفير الاحتياجات الصحية العاجلة لولاية كسلة لمواجهة الأوبئة. في تصريحات له عقب عودته من واشنطن، وزير المالية يكشف عن برنامج لإعفاء ديون السودان. البرلمان العربي وافق بالإجماع على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. أهلا بكم. وجه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بتلبية الحاجات العاجلة لمستشفى كسلة والمتمثلة في 100 سرير وملحقاتها. وأوضح عضو مجلس السيادة حسن شيخ إدريس قاضي عقب اجتماع المجلس أن التوجيه يأتي استجابة للنداء الذي تضمنته مبادرة صيادلة السودان والخاص بالحالة الصحية العامة بالولاية، والتي وقف عليها من خلال زيارته الأخيرة لولاية كسلة. وأضاف قاضي أن الموضوع تم طرحه ضمن الموضوعات التي ناقشها مجلس السيادة الانتقالي في اجتماعه. وأشاد المجلس الذي بحث في اجتماعه عددا من القضايا من بينها الوضع الصحي في ولاية كسلة، أشاد بالدور الكبير الذي لعبه الإعلام في عكس القضية وتبصير الرأي العام بها وتنويره بالأوضاع الصحية بولاية كسلة. اطلع عضو مجلس السيادة حسن شيخ إدريس قاضي على جهود اللجنة العليا لشهداء 29 من يناير ببورسودان للدفع بالملف في مساراته القانونية. ووعد الشيخ إدريس خلال لقائه وفد اللجنة بتحريك الملف وإكمال كافة الإجراءات القانونية المتصلة به. وقال عضو اللجنة إبراهيم عمر حسن في تصريحات صحفية عقب اللقاء إن اللجنة تلقت تأكيد من مجلس السيادة الانتقالي بأن هذا الملف سيجد الاهتمام اللازم من خلال إكمال المسار القانوني وتحقيق العدالة التي ستشمل جميع ملفات المظالم. كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي عن تعهد بإعفاء ديون السودان الخارجية قدمه أصدقاء السودان. ووصف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي نتائج مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بالناجحة. وقال في مؤتمر صحفي بالخرطوم إن موازنة العام 2020 ستستند إلى أهداف التنمية المستدامة كأول موازنة في تاريخ السودان تركز على القطاع الاجتماعي من تعليم وصحة، وأشار إلى أنه سيتم تمويلها من أصدقاء السودان، وتوقع أن تسهم نتائج زيارته في تحسين الاقتصاد السوداني. هذا وقال وزير المالية إن اجتماعا لأصدقاء السودان سيعقد في الخرطوم مطلع ديسمبر المقبل، وأشار إلى أن اجتماع أصدقاء السودان سيعقبه مؤتمر للمانحين في أبريل من العام القادم. فحب أؤكد أنه يعني ده إنجاز كبير جدا، حيث أننا سنبدأ في عملية إزالة ديون السودان وإعفائها، بالإضافة إلى دفع المتأخرات دون أن يضطر السودان أو يحتاج السودان إلى أن يدفع يعني أي مبالغ، حيث أن هذه تتم في إطار عملية البرنامج الاقتصادي الذي هو أيضا طبعا كما تعلمون من ثوابت برامج الحكومة. خلال العام 2020 يتم تمويل الموازنة عن طريق منح أصدقاء السودان، حيث قدمنا 20 مشروعا عاجلا لمعالجة قضايا أزمات المواصلات، نقص الكهرباء، وإصحاح البيئة، وحصاد المياه، وإلى آخره. وهذا وكشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي عن أن البيان الختامي لأصدقاء السودان أكد على دعم السودان لرفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب. هذا ودعوة لرئيس الوزراء، ووجهت دعوة لرئيس الوزراء لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية لعقد لقاءات مع المسؤولين في الإدارة الأمريكية للدفع في هذا الاتجاه. الآن أفاد بتسمين جهود بناء السلام ودعمها والعمل على رفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب، حيث أيضا ستكون هناك زيارة مرتقبة للسيد رئيس الوزراء للولايات المتحدة الأمريكية، وسيدفع في هذا الاتجاه، حيث ستنظم له لقاءات
مع رؤساء اللجان في الكونغرس الأمريكي، بالإضافة إلى اجتماعات مع الحكومة الأمريكية ورئيس البنك الدولي والمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي. صادق البرلمان العربي بالإجماع اليوم على مشروع قرار برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وجاءت مصادقة البرلمان في مستهل دورة الانعقاد الرابعة للبرلمان العربي. أكد رئيس البرلمان العربي خالد مشعل بن فهم السلمي أن القرار بني على حيثيات قانونية، وأشار إلى أن العقوبات ضرت بالشعب السوداني. وكان البرلمان العربي قرر في العام 2017 تشكيل لجنة لإعداد مشروع قرار رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. اليوم نصل إلى خلاصة عمل هذه اللجنة بقرار رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهذا القرار مبني على مبررات قانونية وحقوقية بالدرجة الأولى. هذا القرار ليس مبني على أمور عاطفية نتعاطف فيها مع الشعب السوداني وإن كانت هامة، حيث أن هذه العقوبات أضرت بالشعب السوداني، لكن المذكرة القانونية التي أمامكم جوهر هذه المذكرة مبررات قانونية بالتفصيل تم عملها من المستشار القانوني البرلمان العربي مشاركة عدد من الخبراء العرب. بحثت وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله مع كاثرين نورثينغ رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية تقديم العون الإنساني للنازحين السودانيين والمساعدة في العودة إلى مناطقهم والاندماج في المجتمع. من جانبها قدمت كاثرين شرحا عن المهام التي تؤديها المنظمة بالسودان في مجال دعم النازحين السودانيين واللاجئين وبناء مساكن وتوفير المياه والتدريب ومساعدة دعم ضحايا تجارة البشر. وذكرت أن المنظمة سوف تقوم بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة لتقديم دعم للسودان بعد تحقيق السلام. وأشارت إلى أن المنظمة تسعى إلى فتح 3 مكاتب أخرى، وتسعى كذلك إلى جمع المعلومات وعمل قاعدة بيانات عن اللاجئين للمساعدة في وضع الخطط وتقديم الدعم اللازم للاجئين وإعادة توطينهم ودمجهم في المجتمع. قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إن العهد الجديد الذي تعيشه البلاد يقابله عهد جديد في القوات المسلحة يرتكز على بناء قوات مسلحة محترفة ومتطورة ورادعة. وأوضح البرهان لدى مخاطبته ختام فعاليات المشروع التدريبي الذي تنفذه القوات البرية بجبال شاكوت القوات المسلحة ستمضي بقوة في سبيل بناء منظومتها وقدراتها العسكرية، وأشار إلى أهمية هذا التدريب، ولفت أيضا إلى أهمية التزام الجميع بحماية الثورة وحراسة مكتسباتها. رفعوا تمام الجاهزية إذانا بختام مشروع تدريبي قالت القوات المسلحة إنه الأضخم من نوعه. المشروع يتمثل في هجوم ليلي تنفذه القوات البرية بمشاركة من وحدات الإسناد والخدمات. الهجوم يعتمد على المناورة بالقوات ومواجهة الأعمال العدائية ليلا، الأمر الذي حصد إشادة القيادة العليا للقوات المسلحة والتي تعهدت ببناء جيش رادع ومتطور مع الاهتمام بالفرد العسكري وتلبية حاجاته المادية والمعنوية. نحن نعيش بشرط على عهد جديد، أيضا بعهد جديد في القوات المسلحة راعينا فيه إمكانياتنا وقدراتنا تنظيما نستنهض به همم أفرادنا وهمم ضباطنا ونستوفي به متطلبات بناء قوات مسلحة قوية رادعة محترفة. ويجيء المشروع بحسب قيادات عسكرية في وقت أكملت فيه القوات المسلحة انحيازها لشعبها وثورته المجيدة، مما جعلها تجدد التزامها بحماية الثورة وحراسة مكتسباتها، مع تأكيدات جادة بالسعي لبناء منظومتها وتطوير قدراتها. نجدد التأكيد باسمكم جميعا الإخوة في القوات المسلحة
بالتزامنا التام بوقف إطلاق النار الشامل الذي أعلنه السيد الرئيس حديثا، دعما لإرادة السلام الذي تبلورت الرؤية حوله ومضت خطواته المتسارعة إلى الأمام. 45 يوما هي المدة الزمنية التي قضتها القوات البرية في إنفاذ المشروع التدريبي أحفاد ترهاقة في نسخته الثالثة قبيل أن تختتم فعالياته بهذه الكيفية. المشروع الذي شهد مشاركة المدفعية والمدرعات والقوات الجوية إلى جانب قوات الدعم السريع أكد قدرة القوات المسلحة وعلو كعبها في التصدي للأعمال العدائية الطارئة. سير الختيم بشير الشروق من جبال شاكوت شمالي الخرطوم. نعم مشاهدينا، وحول هذا الموضوع معي على الهواء مباشرة داخل الاستوديو اللواء أمين إسماعيل مجذوب الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي. مرحبا بك سعادة اللواء. مرحبا بك وكل عام وأنتم بخير، ومرحبا بالسادة المشاهدين جميعا. نعم مرحبا بك. بداية نتحدث، يمكن تابعنا هذا التقرير، نتحدث مباشرة عن أهمية مثل هذا التدريب وطبيعته للقوات المسلحة السودانية. هذا التمرين يجي في ختام العام التدريبي، بتقوم القوات المسلحة بأفروع مختلفة بإجراء تدريبات على مدار العام، ويتم الختام في مشروع كبير بتحضر هيئة القيادة جميعا. هذا المشروع خاص بالقوات البرية ويمثل كل الفعاليات في أوجه الحرب، من دفاع لهجوم لتقدم. الهجوم هو نوعين، هجوم نهاري وهجوم ليلي. تم تنفيذ هذا المشروع هجوم ليلي، وده طبعا لأنه تطورت عمليات القوات المسلحة سواء كانت داخل السودان أو في مشاركاتها الإقليمية، خاضت معارك ليلية، لذلك جاء هذا التمرين بنجاح كبير جدا وبتنسيق الأول من نوعه في السودان. هنا يطبق تدريب بوحدات إسناد وحدات خدمات، وكان فيه تنسيق كبير جدا جدا، وأدت الأفراد يعني معنويات عالية جدا لتنفيذ هذا التمرين. العام التدريبي هذا العام شهد يعني القوات المسلحة واصلت في مع تحولات هيكلية، تم إعادة تنظيم رئاسة الأركان، وأيضا انحياز القوات المسلحة للشعب السوداني في ثورته العظيمة، ولكن ما زالت الاحترافية مستمرة، ما زالت القوات المسلحة مستمرة في أعمال الروتينية. نعم. لربع الكفاءة. نعم لو نتحدث، يمكن ذكرت أنه هذا التمرين وهذا الاحتفال يعني كان هو الأول من نوعه في السودان، من هم المستهدفين تحديدا من هذا التمرين داخل القوات المسلحة؟ القوات البرية هي اللي بتقوم بحراسة الحدود، تنفيذ كل المهام القتالية اللي بتكلف بها بموجب القرار العسكري السياسي. في إسناد بيتم القوات الجوية والقوات البحرية إذا كانت ساحة المعركة فيها ساحل بحري. هذا التمرين للقوات البرية بيمكنها من العمل نهارا أو ليلا، وبالتالي اكتسبت الوحدات جميعها كل أفرع الوحدات البرية مهارة كبيرة جدا في العمل ليلا باستخدام مساعدات القتال الليلية وبالتنسيق مع القوات الجوية والإسناد الناري، وبالتالي يمكن أن تخوض أي مناورات مشتركة مع القوات الشقيقة والصديقة في كل الأحوال، وتنفيذ كل المهام المطلوبة منها سواء كانت داخل الدولة أو خارج الدولة. نعم، يعني قبل أن نأتي للحديث عن العهد الجديد الذي تمر به القوات المسلحة، وأنت يعني خبير عسكري ذكرت إنه هذا التدريب هو الأول منه، ولكن بالتأكيد هنالك يعني سابقا العديد من التدريبات بالنسبة للقوات المسلحة. إلى أي مدى يعني ساعدت ورفعت مثل هذه التدريبات يعني قدرة وكفاءة القوات المسلحة في جميع المهام التي تقوم بها؟ هذه التدريبات روتينية سنوية، بكل عام بيتم إجراء من أدنى مستوى للوحدات والفرق، ثم بيتم جمع كل القوات البرية مشتركة لتنفيذ هذا التمرين الختامي. أول مرة مقصود به أنه هجوم ليلي، يعني أول مرة يتم ليلا، كان بيتم هجوم نهاري. إذن هذه التدريبات المتصلة وهذا الإصرار على رفع الكفاءة في القوات المسلحة هو مسؤولية هيئة القيادة، وبتقوم بتوفير كل الإمكانيات
ولو لاحظنا انه حتى التغييرات اللي حدثت في القياده وفي الغاده ما اثرت في سير التدريب. نعم. التدريب كان ماشي منتظم جدا وفي مواعيده المحدده. وبالتالي ده بيوري انه القوات المسلحه اكتسبت خبره ميزتها من الدول الافريقيه والعربيه الاخرى في تنفيذ مثل هذه المناورات. نعم، يمكن القائد الاعلى للقوات المسلحه ذكر بانه يعني عهد جديد بتعيشه البلاد، بيقابلوا عهد جديد بالنسبه للقوات المسلحه، وهو يعني يتحدث عن التغييرات التي حدثت داخل القوات المسلحه. لو نتحدث عنها والى اي مدى يعني ساعدت هذه التغييرات القوات المسلحه من تاديه مهامها المستقبليه. العهد الجديد للشعب السوداني هو الثوره المجيده التي يعني تفجرت. نعم. واحدثت انتقال. العهد الجديد في القوات المسلحه هو اعاده الهيكله والعمل بنظام رئاسه الاركان. كان في رئاسه اركان مشتركه تم العمل به لمده 12 سنه. نعم. من 2006 وتم اخضاعه لفتره تدريب يعني تجريبيه وتم فيه تقويم وتغييم. الان رات القياده العامه انه تعيد العمل بنظام الاركان. هو رئيس الاركان وعنده 3 نواب مع وجود القوات الاخرى البحريه والجويه والدفاع الجوي. وده بيساعد على مركزيه التخطيط، بيساعد على تنفيذ المهام، بيساعد على توفير الامكانيات وتقليل الانفاق. وده واحده من الاهداف اللي قامت بها الثوره. فاذا القوات المسلحه تؤثر وتتاثر بما يدور حولها بما يساعد في تنفيذ المهام. وهذا العهد الجديد يعني باركته كل القوى السياسيه والشعب السوداني. ونحن بنفتكر انه القوات المسلحه الان اصبحت اكثر قدره. نعم. على تنفيذ المهام والحفاظ على الامن الوطني السوداني. نعم. وسلامه الحدود وكل المسؤوليات اللي بتقوم بها هي الان جاهزه تماما. نعم، يعني بالحديث ايضا عن النتائج المتوقعه لمثل هذه التدريبات ايضا للقوات المسلحه، وانت تحدثت عن يمكن السلام وحمايه الحدود وغيرها، يمكن هنالك ايضا في سياق هذه النشره حديث عن منظمه الهجره الدوليه انها هي ابدت استعدادا لمساعده اللاجئين واعاده التوطين بالنسبه للنازحين، وبالتاكيد هذا لا يتم الا من خلال السلام، وهي هو الشرط الذي وضعته لتقديم هذه المساعدات، وكذا القوات المسلحه لديها دور في هذا الاتجاه. القوات المسلحه الان على لسان السيد الرئيس اعلنت وقف اطلاق النار في جميع انحاء السودان. نعم. إيمانا منها بالسلام، وهي قادرة أن تحرس السلام وأن تساعد في دفع ثمن السلام. أيضا القوات المسلحة الآن حارسة لكل من يتربص بالسودان داخليا أو إقليميا أو دوليا. لذلك جاءت هذه الزيارة لمنظمة الهجرة الدولية للمساعدة في إعادة النازحين إلى أوراهم واللاجئين من دول الجوار الى داخل السودان. والقوات المسلحه تساعد ايضا في البنيات التحتيه، سلاح المهندسين بيساعد في بناء القرى النموذجيه، يساعد في توفير محطات المياه، بناء المدارس والمستشفيات، السلاح الطبي برضه بيقدم خدمات علاجيه. كل هذه الادوار المجتمعيه تقوم بها القوات المسلحه في حاله السلم من اجل يعني اسعاد المواطن السوداني وبسط السلام، ولكن في الحرب والعمليات تستطيع بسط هيبة الدولة في أقل وقت ممكن بتلك الجاهزية شفناها الآن. نعم. العمل ليلا ونهارا. نعم، إذا شكرا لك سعادة اللواء أمين إسماعيل مجذوب الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي على هذه الإضاءات حول هذا التدريب بالنسبة للقوات المسلحة. شكرا جزيلا. شكرا لك. دعت استشاري أمراض النساء والتوليد بمستشفى صوبا الجامعي أميرة حامد النساء فوق 30 عام إلى الكشف الذاتي المبكر لسرطان عنق الرحم، وذلك لتفادي الإصابة بالمرض. وقالت في ورشة عمل تدريبية لعدد من الأطباء المختصين في هذا المجال إضافة إلى الكوادر الصحية بالولايات إن المرض يمكن اكتشافه وعلاجه بأساليب سهلة من خلال الفحص الوقائي بطرق مختلفة، وأشارت إلى الحالات الموجبة التي تمثل وقاية من سرطان عنق الرحم عبر تدريب الكوادر الصحية العاملة في جمعية تنظيم الأسرة السودانية بالولايات المختلفة. طبعاً
هذا المرض يعني يتطور زي ما قلنا ببطء شديد وليس له أعراض، فالسيدة لا يمكن أن تحس بأي أعراض مرضية تخليها تذهب عشان تتفادى أنه يتفاقم المرض. لازم تقوم بالفحص الوقائي حتى لو كان ما عندها أعراض. فالنصيحة أنه الفحص ده ما بيجرى للناس اللي بيشتكوا من مشاكل أو من أعراض، المفترض أنه يغطي كل النساء. والوحدة لما تفحص في المرحلة اللي هي ما عندها فيها أعراض، وإذا اكتشف أنه عندها مبادئ المرض واللي هي مراحل تعتبر غير سرطانية يعني قبل سرطانية. نظم الاتحاد المحلي لألعاب القوى بولاية نهر النيل سباق تحدي سرطان الثدي ضمن فعاليات مهرجان أكتوبر الوردي للتوعية بمرض سرطان الثدي. وقالت مديرة إدارة التنمية الاجتماعية بنهر النيل كوثر محمد إبراهيم إن الفعالية قصد منها لفت الانتباه لخطورة المرض وكيفية الحد من انتشاره، وأشارت إلى أن الكشف المبكر عن المرض يشكل أهم الطرق للوقاية والعلاج منه. وأكدت كوثر إبراهيم أن الوزارة استنفرت كافة منظمات المجتمع المدني للمساهمة في تكثيف التوعية بمرض سرطان الثدي من خلال جرعات التوعية والتثقيف الصحي، مبينة أن مختلف البرامج المنفذة في هذا الإطار في الريف والحضر حظيت باستجابة عالية وانفعال كبير من قبل فعاليات المجتمع النسوي. من بداية شهر أكتوبر واليوم ختمناها بسباق للجري وفعالية كبيرة حضرها نائب الوالي والأخوة المسؤولين، وحقيقة يمكن هذا الغرض منه إنه تسليط الضوء بأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي، وواحدة هي من الاستراتيجيات الهامة جدا إنه يكون في كشف مبكر حتى بنقضي على هذا المرض في بداياته، ونسبة 95% هي يمكن يشفى المريض منه نهائيا. فإذا تأخر المريض فدي بتؤدي إلى مشاكل كثيرة، ونحن بنقول إنه الكشف المبكر هو بيحسن نتيجة العلاج.